صور. العناوين. الثورة تعود وفق معايير التعبئة بالتزامن مع انعقاد مجلس النواب. عناصر الحماية المسلحة تنسحب من محيط اليونسكو بعد اعتراض نواب الكتائب. صفر إصابات بالكورونا اليوم، ووزارة الصحة تتابع إجراء الفحوصات العشوائية في المناطق. تراجع الأسواق الأوروبية والخليجية عقب الانهيار الكبير لأسعار النفط. الثورة عادت بشرعية كاملة وفق المفرد والمجوز بكمامات ومعقمات معتمدة مقاييس التباعد الاجتماعي. التزامن لم يكن صدفة مع جلسة مجلس النواب، بل جاء قصدا وعمدا وعن سابق تصور وتصميم. القصد تصدير مذكرة إلى المجلس بأن انعقاده بهكذا جدول أعمال لا يمت إلى الإصلاح المطلوب بصلة. هذه الرسالة وصلت إلى مسامع النواب من ساحات التجمع: ساحة النور، صربة، جل الديب، الرينج، شويفات، ساحة إلية، ساحة الشهداء، أنطلياس، ومحيط القصر الجمهوري وسائر نقاط التجمع. رسالة الثورة بلغت بوضوح محيط مجلس النواب المستجد في قصر اليونسكو، حيث انعقد بحماية عناصر مسلحة ما استدعى اعتراضا مزدوجا شديد اللهجة سجله رئيس الكتائب النائب سامي الجميل والنائب نديم الجميل. رئيس الكتائب لفت إلى أن منطق الدولة والدستور لا يسمح لنا كأبناء دولة بأن نمر أمام مسلحين، وكان نديم الجميل قد قال في مستهل الجلسة إن المشهد مقرف ومرعب وكأننا ندخل إلى مركز ميليشيا لا إلى جلسة نيابية. وحاول الرئيس بري ترتيب الوضع مدعيا أن العناصر في الخارج هي من قوى الأمن وفي الداخل من شرطة المجلس. وبالتزامن مع جلسة مجلس النواب انطلقت مسيرات سيارة في مختلف المناطق من بيروت وطرابلس وصيدا وصور وبعلبك وصربة في كسروان. أولا إلى تفاصيل الجلسة المنعقدة في اليونسكو مباشرة مع الزميل مروان الأدوم. نعم، لا تزال جلسة مجلس النواب منعقدة هنا في قصر اليونسكو استثنائيا بسبب التباعد الاجتماعي، ولأن هذه الصالة وهذا المسرح فقط في قصر اليونسكو يتسع إلى 800 شخص، ويعني تستطيع الترتيبات أن تؤكد المسافة الآمنة بين جميع النواب. منذ الصباح الباكر أي عند الساعة 11 اكتمل النظام هنا، النواب حضروا بأغلبيتهم إلى قصر اليونسكو، تم أخذ كل التدابير من تقييم ويعني أخذ حرارة الجسم من كل النواب، ومن ثم انتقلوا إلى القاعة وافتتحت الجلسة عند الساعة 11. وكما أسلفت كان هناك اعتراض قوي اللهجة ولافت من رئيس الكتائب النائب سامي الجميل الذي أثنى على كلام النائب نديم الجميل وتوجه إلى رئيس مجلس النواب بري قائلا أن دولة الرئيس هذا شيء معيب وهذا لا يليق بنا كنواب أمة أن نمر على الطريق المؤدية إلى هنا إلى قصر اليونسكو ونشاهد عدد من المدنيين المسلحين وغير تابعين لقوى الأمن الداخلي أو للجيش اللبناني أو جهاز أمني رسمي. هناك عناصر مدنية مسلحة وكأننا ندخل على مركز ميليشيوي وليس على قاعة لتعقد فيه جلسة تشريعية لمجلس النواب. استوفى الرئيس البري وقال بأن العناصر التي شوهدت على الطرقات هي عناصر من قوى الأمن الداخلي، ورد النائب سامي الجميل وقال له دولة الرئيس أكدنا من هوية هؤلاء العناصر وهم ليسوا من قوى الأمن الداخلي ولا جيش بل مدنيين مسلحين. وربما استدرك الرئيس البري إلان الموضوع، ومنذ قليل علمنا بأن كل هذه العناصر سحبت واستبدلت بعناصر تلبس زي القوى الأمن الداخلي أي بدأت الدرك. النائب نديم الجميل تطرق إلى هذا الموضوع أيضا وقال بأن المشهد هو مقزز ومقرف ويعني لا يليق بنواب الأمة ما
مطالبا الرئيس بري بالتوضيح في هذا الموضوع. النائب بولا يعقوبيان اعترضت على طلب الرئيس نبي بري لسحب الاوراق الوارده واعتبرت ان المحاسبه هي حق للنواب. النائب سامي جميل ايضا تحدث انه سمع في الاعلام بان الجلسه التشريعيه لم تعقد الكترونيا لان بعض النواب لا يعرفون ولا يدركون العمل الالكتروني، وقال نحن نرى تلاميذ الصفوف الابتدائيه في لبنان كيف يفهمون في التكنولوجيا وكيف يتابعون دروسهم بالطريقة التكنولوجية، فمن المعيب أن يكون هناك نواب لا يدركون ولا يعلمون كيف يتصرفون في التكنولوجيا في هذا العصر. النائب الياس حنكش في المداولات طلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يعني يعتمد الصيغة اقتراح القانون الذي قدمه في 25، وقال عنه أنه قانون متكامل ويفي بالغرض في موضوع وقف المهل القانونية والقضائية والعقدية، وتمنى على وزيرة العدل الاطلاع على هذا القانون. طبعا الرئيس بري رد هذا القانون الذي إلى لجنة الإدارة والعدل لدراسته. أود أن أشير إلى أن مجلس النواب أصبح في هذه الأثناء في المادة 13، وكان منذ الصباح أقر مشروع طلب الموافقة على تعديل قانون رقم 19 بتاريخ 10/10/2018 المتعلق بإبرام اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان، أي اقتطاع جزء من الأموال المخصصة يعني هذه الأشغال ووضعها في مكافحة كورونا أو تعزيز الجهاز الطبي والاستشفائي في لبنان. مشروع القانون المكرر المعجل بالمرسوم رقم 6210 أي تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، تم استرداد هذا المشروع وإحالته إلى لجنة الإدارة والعدل لدرسه مع وزيرة العمل. مجلس النواب أقر أيضا تمكين الأشخاص المشمولين بأحكام المادة 32 من قانون موازنة 2020 من تقديم هبات ومساعدات في مواجهة فيروس كورونا، وهنا كان القصد البلديات واتحاد البلديات، لأن بموازنة 2020 منعت البلديات من تقديم الهبات. هنا هذا القانون يجيز البلديات واتحادات البلديات تقديم الهبات لمن يحتاجها جراء فيروس كورونا. وأيضا أقر مجلس النواب عدم فرض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للهبات المقدمة من الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة والممولة من مصادر داخل لبنان نتيجة انتشار فيروس كورونا. كما أقر مجلس النواب تعديل المادة 6 من قانون رقم 173 بتاريخ 29/8/2018 أي تحويل سلاسل الرتب والرواتب للقضاة. كما صدق أيضا على تنظيم ممارسة الكايروباكتر في لبنان، مهنة طبية الكايروباكتر في لبنان، وأيضا صدق على مشروع يرعى شركات التوظيف الخاصة، وأيضا صدق على مشروع إعادة القانون الرامي إلى مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تم التصديق على إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. أيضا صدق على يعني استبدال عبارة المعوقين بعبارة ذوي الاحتياجات الخاصة، واستبدال اسم قرية عين القبو ودير سمعان لتصبح عين القبو في قضاء المتن محافظة جبل لبنان. مجلس النواب رئيس الحكومة سحب مشروع طلب الموافقة على اتفاقية قرض ومنح ممنوحة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع الأعمال المنسقة لتعزيز إنتاج المواشي. هنا هذا قرض بقيمة 5 مليون دولار أو 4.90 مليون دولار. اعترض عليه بشدة نواب الكتائب معتبرين أن الأجواء لا تسمح اليوم في الاقتراض، وكنا نرى أن كل القروض على هذه الشكل يعني توزع بطريقة يعني غير ملتوية ويصل القليل القليل منها إلى المزارعين. اليوم نحن بأمس الحاجة إلى عدم الاقتراض، ويجب علينا أن نقوم بورشة عمل وخطة إصلاحية زراعية، وبعد ما نضع الخطة الإصلاحية نقوم بالتفتيش عن مصادر التمويل. رئيس الحكومة طلب سحب هذا المشروع بعد اعتراض نواب الكتائب وعدد من النواب لمزيد من الدرس والتفاوض. وفي هذه الأثناء يقوم مجلس النواب
مناقشة إعادة قانون متعلق بالإجازة للحكومة إنشاء نفق لطريق بيروت البقاع على طريقة الـBOT عند الساعة الثالثة أو الثالثة والربع. سوف يرفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة وتستأنف عند الثالثة. هذا كل شيء من مجلس النواب. عودة إلى الخط الثاني. في هذا الوقت عادت التحركات إلى الشارع والتزم المحتجون إجراءات الحماية وقرارات التعبئة العامة. التفاصيل من ساحة الشهداء مع مجدلي نايد. جبهات الثوار التي استراحت لفترة التزاما بالحفاظ على صحة الناس.